السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف حاجة في شوب درون، ساعات بنحتاج ان احنا نعمل تقسيمات للحقل، نعمل انها تتركب ورا بعض كده. طيب في طرق كتير كده، زي مثلا لو انا عندي حقل اهوت بالشكل دهوت. طيب هي ما ترسمش ليه في الجزء دهوت؟ عشان انا عندي هنا كروب فيو، هشيل الكروب فيو هتبدأ الحيطة كلها تظهر معايا. طيب ممكن اجي كده، هنقول قص طريقة، ممكن اقول له حولها لبارتس، من البارتس هقول له ديفايد واقول له ايديت سكتش، وهرسم قطع هنا وقطع هنا اهوت. ممكن تغير نوع القطع ده لاي نوع من الانواع ديت، اختار بروفايل شكله معين بدل ما هو خط يبقى فيه تفصيله والشكل دوت، هقول له مثلا خليها بجدار 10 هتطلع معايا بالشكل دوت. تمام. طيب خلينا نرسم حائط تاني. عايز ابدا اعمل تقطيعات هنا، فممكن بكل سهوله هقول له سبريت ويز جاب، مش سبريت عاديه، لا سبريت ويز جاب، بيخليهم ان هما مش مرتبطين ببعض، مش معمول لهم جوين. تمام. يعني لو جيت هنا قلت له هنا هتقول له ايه دي سألاو جوين، ودي برضو الناحيه الثانيه دي سألاو جوين. دي الفكره من موضوع الجاب. طيب حاجه كمان ممكن اقول له ارسم لي وول تاني. تمام. وهقول له انا عايز هنا ارسم كومبوننت موديل ان بليس، وخلي نوعها مش تفرق اي نوع يعني، بس انا خليتها وول، وتقول له اكستروشن. تمام. بمقدار 3 متر ماشي اهوت. فانت كده بتعمل فجوه رفيعه خالص. تمام. بس غير نوعها لفويد ماشي. اللي هي صغيرة خالص. طيب خليها كبيرة شوية. تمام. ودي برضو هي. تمام. دي نوعها فويد. وبعد كده هتقول له انا عايز اعمل قط بين دوت ودوت، فبدأ يعمل لك الفجوات زي ما انت شايف. في طرق كتيرة جدا، دي اهم طرق ان شاء الله في الفيديوهات، انا اشرح طرق ألذ ان انت تقسم الاشكال. ده يفيدك في عمل البريف ابلكيشن او في عمل لوح الشوب دروينج. فاعمل اشتراك في القناه عشان ان شاء الله الفيديوهات الجايه تكون افضل.